مسألة المرأة، سيدنا آدم لما اتخلق ربنا خلق الدنيا دي كلها محبة في البشر، مش كده؟ قال وتجعل فيها من يفسد فيها، يعني هم عارفين الملائكة بعلم من ربنا إن البني آدم بيعمل مشاكل في الدنيا، ومع ذلك لما خاطبوا ربنا وقالوا له قال إني أعلم ما لا تعلمون بعد ذكر سفك الدماء. ربنا لما خلق سيدنا آدم وهو بيحبه جدا لأنه عمل كل ده علشانه، خلق الدنيا كلها من أجله، لما جه سيدنا آدم حس بالوحدة، ربنا ما خلقلوش مجموعة من الأهل تنصره، ولا جمع من الأصدقاء يؤنسه، ولا مجموعة من الناس يحكمهم، ولا عدد من الناس يأنس بيهم، ده خلق له واحدة بس في حياته تغنيه عن كل دول. قال المرأة اللي هم كلهم بيشوفوا فيها. تمام؟ مسألة إن ربنا يكون خالق له واحدة فقط، ترد عليه بعض المذاهب وتقول لك ما هي خلقت من ضلع الايه؟ ان اقمتم ايه؟ حلو. هو مش واخد باله ان سر اعوجاج الضلع ده هو سر استقامه الكون. بمعنى ان الضلع الاعوج وانت مش فاهم فقه بتردد الحديث كده وخلاص، وانت مش دارس فبتردد حاجات كتيره انت ما تعرفهاش، ان سر اعوجاج الضلع هو الحفاظ على القلب، لان ده الضلع اللي فوق القلب على طول، فلو خلق مستقيم يخرج القلب، فالانسان يموت. عرفت هو اتخلق اعوج ليه يا فندم؟ مش علشان هي كائن اعوج، بس علشان الاعوجاج ده حمايه لمركز المشاعر عند الانسان. طيب تفتكروا المراه دي يعني مين هي المرأة من وجهة نظر الناس؟ أكيد أي واحدة كذب في الطريقة إنها أنثى مرة، صح؟ ده برضه من ضمن الأخطاء. إحنا مش جايين نقول كلام اتسمع قبل كده، ولا جايين نرد معلومات بعض الناس وصلتها قبل كده، بس خلينا نقول كلام مختلف، جايز أنت سمعته بس سمعته بشكل غلط، وجايز أنت ما تعرفش دلالته الفعلية إيه. يعني زي ما الناس كانت بتقول إن أقمته كسرته، لا يا فندم ده أنت القوامة إن أنت لو أقمت هذا الضلع أنت اللي تموت. طيب تفسير دلالة إن أقمته كسرته إيه؟ ارجع للإمام الخبر لما بيغطي هتلاقي كلام يختلف تماما عن اللي أنت بتسمعه. طيب المرأة هي كل واحدة خلقت واتكتب في طريقها أنثى، اسمها مرأة. تفتكروا؟ عظيم. كذلك لما بتيجي نتكلم عن كل واحد اتكتب في بطاقته ذكر ما ينفعش نقول عليه راجل. ليه؟ لان في فرق كبير جدا ما بين الراجل والذكر وما بين المراه والانثى، وده كلام طالما رددناه في كتير من الندوات، ولكن انا شايف انه من الضروره بمكان انه لا يهمل ابدا. كل راجل هو في الاصل ذكر، بس مش كل ذكر يقدر يكون، وكل امرأة هي في الأصل أنثى، بس مش كل أنثى تقدر تكون ذكر. وأنثى دول نوعين، نوعين بس، أما راجل وامرأة دول مجموعة من الصفات. الراجل مجموعة من الصفات من أهمها القوامة، إنه يديها على إيه؟ يدي المرأة على إيه؟ على دماغه، لا، يديها على قد الجلد. هي دي القوامة. ربنا لما خلق الرجالة وادهم القوامة، ادهم الرجالة قوامة التكليف وليست قوامة التشريف. الكتاب المقدس من أهم الإصحاحات، إصحاح يوحنا، لما قيل على لسان يسوع من أجل ذلك فليترك الرجل أباه وأمه وليلتحم جسدا واحدا حتى يكمل معه ما أكرمه به ربه. أوكي؟ طيب. إذا المرأة أمي، أختي، زوجتي، بنتي، ولما تيجي تبص لواحد وصل إنجاز في حياته، أي إنجاز، بتلاقي الإنجاز بتاعه دايماً السبب فيه واحد ست. يعني لو هو كويس إنجازه هيكون ناجح من إن واحدة بتدعمه. طيب لما بيخلف ابنه ممكن يقطع علاقته بيه عشان مراته، لكن بنته ممكن تتطلع عشان أبوه. مش بنشوف الكلام ده اجتماعياً؟ يعني ممكن الابن يقطع علاقته بالاب والام عشان زوجته، مش كده؟ لكن
تبعد عن زوجها في الحب عشان علاقتها بابوها وامها، يبقى السند عاده بيكون بالنوع ولا بالصفه؟ عشان كده قيل ان في بنت بميت وقيل ان في راجل ملوش ضرب. طيب هي المراه فعلا كيان مقدس؟ لا يعني بعض الزيارات ممكن تتكلم المراه كيان مقدس؟ مش كيان مقدس. طيب تيجي نشوف كده، لا هي المراه الحقيقه كيان مقدس، والقدسيه في الفقه تعني ايه؟ ان انت دايما في كل مراحل حياتك الامور بتبقى افضل. يعني بتلجا لها وتحس ان هي عندها ما يفيدك في اللجوء ليها. المراه وهي طفله بتكون قره عين لابيها. وكان النبي ينادي فاطمه بام ابيها. طيب وهي شابه بتكمل دين واحد تاني لما تتجوزها. وهي ام الجنه تحت قدميها. يبقى المراه كيان مقدس ولا لا؟ احنا مش بنقول كائن، بنقول كيان. وبنتكلم عن المراه مش عن الانثى، تمام؟ طيب في سلسله من الانجازات ممكن تلاقينا لمراه هي ما عملتش حاجه خالص. لا ما بتلاقيش مراه ما عملتش حاجه خالص. تبص لاي بيت تلاقي ان الاخت اللي فيه البنوته هي اللي بتسمع كل البيت. بتتعبهم وتقرفهم وتعمل لهم مشاكل، بس الشاب وهو راجع لو لقى مشكله بتروح في اول واحده. لو حد واحده بتحصل في اول واحده. رغم ان هو الصبح يقول لها ما تلبسيش ده ومش هتخرجي ومش هتروحي لزمايلك، وبعدين يسالها يقول لها انا عايز منك واحد اثنين ثلاثه. طيب انت بتكلمنا عن كائنات هن ناقصات عقل ودين. طيب الدكتوراه الثانيه بتاعتي كانت في علاج اخطاء التفكير، وازاي تقدر تحقق اللي انت عايزه بدون حبايه دواء واحده. دي من اخطاء التفكير اللي عند الناس، ودي اللي جايبه كتير من الناس ورا. تفتكروا ان النساء ناقصات عقل ودين فعلا؟ بس النبي قال كده، بيكذبوا النبي. ليها ايه؟ الله عليك. بص يا سيدي، غالبيه المشاكل اللي الناس بتقع فيها الفقر والمرض والجوع والجهل كلها ليها علاقه بتفسيرهم المخلوط الحقائق. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. بس انت فاهم الكلام ده ازاي؟ وفهم القران والسنه وفهم الكتاب المقدس وفهم العلم عموما ليه علاقه بان انت فاهمه ازاي؟ بعض الناس تقول لك الراجل ده لما بحضر له محاضره يقعد يقول زي ما ورد في سوره كذا والحديث الفلاني بالسند ويسرد لك الحديث، وفجاه يقول لك على لسان يسوع كده في الكتاب المقدس، هو ايه؟ طبعا بتشوفه الشتيمه على الفيس ايه؟ انت ايه كده؟ هو مش واخد باله انه انت بتتعامل مع افكار الناس انت لازم تتعامل بما يحمل المرء من مفاهيم. بس تفهم المفهوم ده صح. تفهم الدلاله بتاعته مظبوطه. لما تكون معالج نفساني كل دورك انك تغير في نفوس الناس وعقلياتهم من غير ما تديهم ادويه، يبقى انت مطالب انك تعرف النفسيه دي ايه اللي تتحكم فيها؟ اول حاجه تتحكم فيها الدين. بس اول حاجه بتقابلها هي الفهم الخاطئ للدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ناقصات عقل ودين، الكلام صح جدا بس ما تفهم ايه هو اصلا. ناقصات الدين انها في وقت معين لا تؤدي في بعض الامور الشرعيه. طيب وناقصات عقل. لقينا في اخر الابحاث ان وزن المخ عند المرأة أقل من وزن المخ عند الرجل ب 240 جرام. تمام؟ طيب لما حجم المخ يقل حجم المراكز اللي فيه بتقل، مش كده؟ بس المراكز دي تعال نبص هنا مثلا، حجم المراكز دي بيصغر إلا مركز واحد اللي هو مركز الذكاء العاطفي أو الذكاء الوجداني. وده مفهوم ناقصات ايه؟ عقل. وده من رحمة ربنا بالرجالة. ده من رحمة ربنا بإيه؟ هنقول لك دلوقتي ليه ربنا رحيم بالرجالة؟ إن حجم المخ كما قال. أولاً لما المراكز دي بتقل بتقل المراكز التجريدية. يعني لما يجي راجل هيدي محاضرة
يسافر بره، بلاش نقول اروح المنصورة، يقول لك اروح قد ايه وقت واقعد قد ايه والعربية اللي تخد تمشي فيها كام ساعة؟ طب انا استفيد ايه؟ طب انا هحقق ايه؟ طب انا ايه اللي عليا؟ تيجي تحسبها 100,000 حسبة. طب تيجي لواحدة تقول لها والله الناس في المنصورة عايزة تسمع منك كلام لطيف ومستنيينك انك تروح، تقول لك بكرة الصبح هي. إذا الذكاء الوجداني عندها اللي هو إفادة الناس ونفع الناس وإفادة الغير ده موجود أكتر من كذا راجل. طيب المركز ده بيأثر في إيه؟ بيأثر في العاطفة لدرجة إنها لا تؤخذ بشهادتها منفردة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. طب مهم يا دكتور، ما ده نقص. لا يا فندم ده مش نقص، ده لمصلحتك أنت. ليه لمصلحتك أنت؟ هو قال لك إن يتم التأثير عليها عاطفيا بدرجة زيادة. وأنا استفدت إيه؟ حضرتك تروح البيت، تروح الجامعة، تدي محاضرتين ثلاثة، أو تحضر محاضرتين ثلاثة، أو تشتغل 8 ساعات أو 12 ساعة، بعدها بتروح البيت بتكون مش طايق قدامك ومش شايف الناس اللي في وشك وبتشوفهم كلهم، بتلاقي واحدة واقفة قدام النار عمالة تحضر لك أكل، ومن الصبح اسكت يا واد اسكت يا بنت، وجاية من الشغل وطلعان عينيك، وممكن تكون بتذاكر وبتشتغل وبتنجح زيها زيك، ولو في لحظة وسط كل ده قلت لها تسلم إيدك بتحس بإيه؟ ولا كأن في حاجة حصلت. يبقى المركز ده لما يقول لي من مصلحتك انت كراجل ولا مش من مصلحتك؟ تمام، مش من مصلحتك. هل قلنا ليه مش من مصلحتك؟ هيكون في حاله واحده بس مش من مصلحتك، لما لا تدرك التعامل مع هذا الثاني. عارفين لما يكون واحد طول عمره بيسوق عجله وتيجي مره تذكره بيه ابن بيعمل فيها ايه؟ كتير من الذكور كده، تكون كل علاقته بالسواقه على الطرق انه سايق عجله. فيسبا 28 تركبه عربيه بايه هيبهدلك؟ ده الذكر اللي بيتعامل مع المراه ومش فاهم. طيب معامل الذكاء العاطفي بنلاقيه زي ما احنا كاتبين كده ثلاث اضعاف الرجال. يعني تلاقي واحده سايقه فتيجي واحده من باب اشاره مرور تخبطها على الازاز تروح فاتحه مديها نص الحدود اللي في المحفظه. طيب لو سايق راجل خبطته على الازاز يخبطه تاني، رخصه، دخله، امسك العربية من البيت. كده بنتكلم معامل الذكاء العاطفي عندهم أقل، وده اسمه ذكاء عاطفي يعني ما فيهوش مشاعر. طيب هنا ده النموذج، طبعا دي الست اللي أنت بتروح تلاقيها في البيت، أنا مراتي يونيفرسال. طبعا بتلاقيها بتعمل كل في مكوة تحت هنا من الشوز، فبتلاقيها بتعمل الداتا دي كلها وانت مستخسر ان انت بتبقى كتر خيرك، في حين ان انت لو قلت لها كتر خيرك والله تسلم لنا بس خلاص كل ده بيحصل. فرمضان مثلا بتلاقي هي طول اليوم واقفه بتعمل انت سهل انت بتعمل انت في رمضان اللي بيجي يكلمك مش عايز اقول لك تسب الايمان الغلاظ وانت صايم حتى لو في سر. طب هي بتكون بتعمل ايه؟ بتعمل كل حاجه انت للاسف ما تقدرش تعملها. طب لو جيت قبل الفطار او على الفطار قلت لها تسلم ايدك انت عملت لنا حاجات والله كويسه بس خلاص كانها ما بتعملش حاجه خالص. ده الحكمه من معامل الذكاء الانفعالي اللي بيكون اعلى عند الطرف. خد بالك ان المراه اصلا اقوى من الرجل. يعني ايه اقوى؟ يعني بدنيا اقوى. لما ترجع للارتكل اللي عملتها الامريكان سايكولوجيكال اسوسيشن اللي هي جمعيه علم النفس الامريكيه دي بتقول لك ان المراه بتجي لها حاجه اقرب للنزيف بشكل شكلي في حين ان الراجل لو نزف من مناخيره 3 ساعات ينهار ويعتذر عن الشغل وما يسافرش فانت ما تقدرش تتعرض لهذه الحاله. بتحمل وتبقى ماشيه قدامها قنبله قد كده في حين ان انت لو جالك شويه انتفاخ تعتذر عن الشغل، ترش الجامعة. بتولد في حين ان انت لو جالك شويه امساك المساله بتبقى صعبه جدا. بتبقى بتولد برضه في الحمام. بتربع. يعني انت في وسط كده هي بتعمل ايه؟ فبيولوجيا هي اقوى جدا. بس انت بتعرف تستخدم القوه بتاعتك. لذلك كتير جدا من الابحاث النفسيه لما بتشوفك انا بدرس في الداخليه بقالي سنين
فكنت بشوف مجموعه من الجرايد اللي ارتكبتها الستات. الراجل ممكن لما يقترف جريمه فيها عنف يضرب واحد، يكسر دراع واحد، يقتل واحد، الست ما تعملش كده. دي لما بتيجي تقترف جريمه اكياس وصواطير وتشفيه وتقطيع مزاجنج. انت يعني تخيل الجزاره لما انت بتجيبه في العيد بيتدحرج خروف ويقول لك دراعاتي اتخدتت. احد القضايا اللي انا شفتها كانت واحده ست مطلعه ورك الراجل موت بجد. تشوف القوه العضليه اللي هي ممكن تكون موجوده فيها. يفضل انت تقول الست غلط غلط تتشفى قبل ما بص وراك كلهم سكاكين. طيب رغم ان الست اقوى بدنيا الا ان ربنا سبحانه وتعالى حط فيها فطره وفطنه اللجوء. يعني ايه؟ يعني خلاها عندها قابليه فطريه لاحترام الراجل. وكتير من الرجاله بيستغلوا ده غلط. ان هي لما تحترمه يسوق فيها. سلام. طيب تعرض الستات كتير للي احنا بنقوله ده بيخلي عندهم اكتئاب اكثر من غيرهم بنسبه 41% مقابل 25%. نسبه اصابه المراه باضطرابات القلق العام اللي هو الجنرال انزايتي ديسوردر خمس اضعاف الرجاله. يعني ايه قلقانه ومتوتره وهايبر تنشن؟ شكرا يا دكتور. ايه دي مرة؟ مفيش واحد افكر يقول انا جبت منين. ذكائها انفعالي عادي. تلبس بينك ده ليه معامل ذكاء مرتفع. طبعا ممكن اقعد امتح في الالوان الصبح لو في غدا. طيب الاعراض دي بتظهر عند البنات. يعني نسبة اكتئاب البنات في الثانوية العامة بتزيد من ضعفين ثلاثة عند الولاد ولا البنات؟ لا عند البنات. الولد ما بتفرقش معاه. دخلني يا بابا مكان خاص. طب بابا ما دخلوش مكان خاص، بابا هو اللي بيشيلني، هو اللي ما دخلنيش. طب هي ما جابتش مجموعة في الثانوية العامة أكتر من فلانة، ده نهار. طب هندخلك مكان خاص، واللي دخل عين شمس والقاهرة عصبيني فيه. وتعيش طول عمرها مكيفة، ولما تقابلها في العيادة تفضل طول العمر يقول لك ده كنت خدت الوسط. بس لو كنت ذاكرت شوية في الثانوية. البنت هند، هند. هند مين؟ هند بنت عتبة؟ لا، هند اللي على راس شارعنا. دلوقتي موجودة في صيدلة المنصورة وتمسك الباص وكده وتعدي من قدامي وتقول لي ما شفتيش الباص وهو ماشي من هنا على رجلك. طبعا هي مش هقدر انام، الموضوع مش موضوع خالص. بس ان كيدهن عظيم. طيب حلو كويس. مين اللي رد؟ طيب الاعراض بتاعت الاكتئاب دي بتظهر بشكل كبير. شوف كل ما تشكرها اكتر تتكسر. عشان كده ما يتاخدش بشهادتها في المحكمه. ما هي دي لو قالت كان متهم خرج من عند القفص كده. والله يا مدام انا والله ما حصل ما قتلتوش. مركز البرسبشن عندها انت عندك المنطقه دي بتضم فص يمين وشمال. تمام؟ المنطقه اسمها منطقه الناصيه. كلا لنستعد بالناصيه اللي فيها الاتنشن والبرسبشن والميموري. ان هي تنتبه وانها تدرك وانها تتذكر. اما الثلاث حاجات دول الثلاث فريكس دول اكثر ثلاث فريكس بيتاثروا. فهي لو قالت شافته قدام، لو قالت له مش انا اللي شفتك ومش انا، لو عايز الجابوه قالها مش انا ده خلاص خد يا رب. ممكن اقول القاضي لا شو لا يا فندم. لا لا دكتور، التركيز مش في الذكاء الوجداني، في الذكاء الانفعالي اللي هي في لحظه واحده عارف السجاير المدني تدوس على الزرار واحنا مخطومين. جبت لي ورده وكانت دبلانه يا معلم. جبت لي ازازه بيرفوم وما جبتش لماما مع ان ماما كانت عماله البطايه بالسن الهادي يا مكتوب. بعدها في العيد جيت اديتني 100 جنيه وكانت قديمه والنبره مقطوعه. وكانك بالظبط يا بتسرق. ده اسمه ذكاء وجداني، ذكاء انفعالي اللي هو القدره على التحصيل والاستيعاب و الى
قضائيه، وبيكون في احد القضاة ست. اقول يا جماعه فاكرين القانون ده كان بيقول كذا، مش عارف العالم من النص ماده 14 بالقانون ده في الدور ايه كده، تمام؟ فده بيبقى فيه حاجه كويسه، وانا هقول لك دلوقتي ازاي نحسن استغلال السنه. طبعا دي من اكثر المشاكل. منظمه الصحه العالميه كانت طلعت ان في الدول العربيه السنه كانت احد الاسباب في زياده معدل الطلاق السنه الاولى من الجواز. طيب مسألة إن هي تصاب بالسمنة من 2 ل 3 أكثر من الرجالة، ده ليه علاقة بإيه؟ باللي هي بتقدمه للرجالة، بحمل، برضاعة، لولادة، فيبقى هو السبب في السمنة بعد ما تخلف طفلين. أنا مش هقعد أكمل على كده. أنا يعني كان المفروض أكتب بند في عقد الجواز إذا ما زاد وزن الزوج عن 80 كيلو جرام يعتبر الزواج، لكن أتحملها كافة. في ناس ممكن تفكر تعمل ده. وهقول لك دلوقتي انت هتخلصي ازاي من ده كله ان شاء الله. نسبه الخجل. الخجل اللي هو احنا بنسميه السوشيال فوبيا عند الولاد اقل من نسبته عند البنات بكتير. لذلك وانت داخل المدرج هتلاقي صف بنات قاعد في النص ورا. فانت هتروح تقعد جنبهم من غير ما تاخد اي فقره تقعدوا قدام. هتفضلي قاعده طول السنه معاهم ورا، مفيش حد فيكم هيتعرف على التاني ولا ياخد رقم التاني ولا يسلم على التاني. يعني لما تخش اي مدرج بيتقسم ثلاثه، اللي في النص ورا شلت كام عن المطبات. اللي موجودين دول هم دول اللي معمولين السوشيال فوبيا او الرهاب، ان انا ما ينفعش اطلع قدام عشان ما اتسالش، عشان ما حدش يعرفه، عشان ما حدش يتكلم معايا. تمام؟ قبل ما بعد الصدمه اللي هو البوست تروما، مشكلة وهي بتتأثر بيها خالص. أمراض العظام الستات برضو أكثر عرضة ليها مقابل 4% عند الرجال، يعني نسبتهم توصل 20%. وأمراض العظام عند الستات السبب فيها برضو مسألة الخلفة، الحمل، الجنين، بياخد الكالسيوم أصلا بتاعها. فتلاقي جاي لك 3-4 عيال، وأول ما تكون عندك شولة في البيت يقول لك ما تتخلاش على كده. طيب تعرض المرأة احنا يعني كل ده من سيرتك ليه؟ ايه اللي يخلي حد يفكر ان هو يعمل كتاب مثلا زي اللي احنا عارفين عليه اسمه علم نفس النساء مثلا؟ طبعا اول ما في كتاب في العقد مع الناشر قال لي انا مش فاهم، يعني انت ما بيبقاش عندك وقت انك تعمل كده، يا في عياده يا في تصوير يا في مؤتمر يا بره مصر يا جوه مصر، عامل لي مجلد اسمه علم نفس النساء. قلت له يا اخي ما هو لو اتصلح حال النساء هتصلح حال المجتمع كله، وصلاح حال النساء لا يكون الا بايد الرجال. بس لان فطره الله التي فطر الناس عليها ان المراه يسهل التاثير عليها بالسلب او بالايجاب. وتزعل الرجاله مش مهم، بس المراه بالنسبه لك مرايه مش هترد لك الا اللي انت بتعمله. وهنقول لك النهارده تعمله ازاي. بس مش عارف نقول لك دي قليلين. خايفين ما في يعني ناس بتتدرق في اول صف يعني. بص يا سيدي. مجموعه من الشباب الافاضل المتطوعين كانوا بيتكلموا معايا قبل ما نبدا الندوه. بيعملوا مجهود عظيم في مستشفى الاطفال. فضربت لهم سهل الرئه النفسيه. تعرف السفنجة بيبقى دورها ايه؟ تمتص. طيب انا جبت السفنجة اللي دورها تمتص وغطستها في المية، هتعمل ايه؟ هتشرب المية. ده هيترتب عليه ايه؟ ثلاث مشاكل. الاولى انها تفقد القدرة على الامتصاص. الثانية انها تتقل لانها اتملت على الاخر. التالتة انها تنقط تعمل مشاكل. هتتحول هنا من بيت سنس بيرسوناليتي هايبر تنشن بيرسوناليتي. ببساطه ان المراه لما بتفضل تتحمل 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 في لحظه بتفقد القدره على التحمل. تقول لها اخسري بيتك في دهب، عيالك ما يلزمونيش، الراجل اللي اتجوزتيه مش طايقاه، الناس هيقولوا عليكي كذا ولا يعنيني، هيضايق في شغلك تسليمك في الجامعه ولا يهمني، هيعمل لك مشاكل.
ويضحك على الفيس هتضحك على الفيس ولا فاهم هي بتبقى بارد تمام الرئه النفسيه دي ان للاسف المراه بيبقى عندها قابليه خد بالك الكلام ده المراه مش هتقول سلوك لان احنا بنتكلم عن حاجه قرض بنتكلم عن كيان الرئه النفسيه انها تمتص كل حاجه وانها تبلع كل حاجه بتاخد كل حاجه على اعصابها يعني لو جيت مثلا لراجل قلت له تخيل وانا جاي لقيت حادثه لا قدر الله وحصل فيها كذا كذا طيب ما تاكل الدقيق ولا مش هاكل الشوكولاته ولا جزء الكريم هو مش مشكله عدى الموضوع طب هي وكم واحد ماتوا وكانوا كام عربيه والعربيات كانت جديده ولا قديمه وفي ايرباكس يعني الايرباك طرف العربيه ولا وطش واتكلمت بقى في كل التفاصيل وبتاخد كل الكلام ده على جوه وتروح البيت فمتها كلها يلا عشان نتغدى اسكت اسكت في حادثه النهارده حصلت على الطريق زي الزفت شفتيها فين؟ لا شفتها ده حتى حكى لي عنها في الجامعه ولكن هي بتتاثر برضه بنفس القصه الرئه النفسيه دي احنا بنقول ان كل كلمه بتاخدها بعمق وده بيرجع للتاثير على التريين اللي هو موجود جدا وده ملوش علاقه بالعقل اللي موجود في الراس ده اسمه ايه؟ مخ صح؟ طب والعقل ايه؟ مش عالم؟ لا مش عالم في القلب مين تاني يقول لك القلب؟ والعقل فعلا مجموعه عمليات فكريه احنا بنسميها الكوجنيتيف فانكشنز او مجموعه الوظائف المعرفيه ولكن تم الاستقرار اصطلاحا على انه موجود في القلب وفي انفسكم افلا تبصرون لهم قلوب لا يعقلون بها منظمه ايسر في مستشفى ليبزيغ في المانيا ودي تابعه لجامعه ليبزيغ كانت عملت ارتكل كده انا ما اعرفش نشر سنه كام يعني ما عنديش الديتيلز بتاعته وكانت قالت ان نقل قلب شخص اثر على معامل ذكاء الشخص المنقول ليه قلب واصبح اقرب للشخص اللي نقل منه القلب. يعني حصل حادثه فواحد كان بيموت خدوا قلبه بالصدفه حطوه في جسد واحد كان عايز عمليه نقل. بعد العمليه لو الشخص ده اللي كان غبي جدا قبل ما يقولوا عمليه بقى ذكي وبقى هيلب فول بقى بيساعد الناس فلما تتبعوا الامر لقوا ان دي كانت صفات الراجل اللي مات في الحادثه. يعني الموضوع حاليا في جدل كبير ان مقر العقل هل هو مجموعه وظائف معرفيه فعلا ولا هو موجود في القلب فعلا؟ المساله ليها جدل انا اكثر ميلا لهذه النتيجه اللي ظهرت وقتها. طيب بتيجي تبص هنا نقول حته تشريحيه كده بسيطه بيكون القمه في المتعه انك تفهم الناس هو ايه اللي بيحصل جوه فتلاقيك وانت ماشي كده مستمتع يعني الدكتور احمد الحكايه من هنا كده فيقول له بص الدكتور جه ناحيه المجرد ده معنى كده ان ده اكثر فاعليه من دول الناس دي مش بتفهم تبقى فاهم يعني ايه اللي بيحصل للي حواليك وفاهم ايه اللي بيحصل لك انت شخصيا لما بيحصل ان انت تلاقي شيء خطير انت تعرضت له خد بالك ان استجابتك للشيء الخطير ده بتكمل بالشكل ده بمعنى ان انا لو جيت على بنت وقلت لها خلي بالك في تحت رجلك تعبان فبص هي لقت قصايه بتعمل ايه؟ برضه الموضوع مش ببساطه في قادرين هيوفر نعم هي كل الاستجابات هتصب في مراحل واحده ان في ادرينالين هيفرز ده قلبي هتزيد تعبانه هتوتري في ناس هتصرخ في حد ممكن يتشل في حد ممكن يموت ففجاه قلت لك خد بالك ده طلع عصايه او كمان بلاستيك ايه اللي هيحصل؟ برضه الموضوع مش بالبساطه دي الادرينالين هيقف ده قلبي هتقل العرق هيبطل هتحس ان انت احسن مش كده؟ هو الحقيقه الكلام ده ينطبق على الولاد لكن البنات يعني الولد اول ما يكتشف ان هيمر برضه بنفس الانفعالات واول ما يكتشف ان دي عصايه هيشيلها في بطني ما قلتليش شم الاول طيب ده في حاله ان انا عرفت بقى ان ده مش تعبان طب البنت تفضل بقى قلبها زي ما
وتفضل تترعش، ما هو تلاقي عصايه خلاص ده مش تعبان، لا ممكن تفضل متاثره اكتر. ليه؟ عشان مفهوم الرئه اللي اتكلمنا عنه في الاول ده ريليتد بمركز البرسبشن، ان ادراكها للحاجه اعمق من ادراك الرجال. لذلك لما تلاقي واحد شاطر ياخد في عشر عمل بتاعه مين؟ واحده ست. يعني رايح اتفق على شغل جديد اخد المدام مثلا. ليه؟ لان بعد ما تخلص هتديك هي التقييم كانك واخد معاك جهاز كشف الكذب. وتقول لك الراجل ده نصاب لانه متعاقد على كذا كذا، اما الراجل ده اهدى لانه قال كذا كذا. اللي هو الاحساس بقى بتاع النظريه التقييميه.